سينما الحياة. سينما الحياة برنامج يفتح ملفات السينما العربية والسينما التونسية، خاصة يعنى بسينما الالتزام الاجتماعي والسياسي، السيرة الذاتية، الحنين والذاكرة. سينما الحياة، سهرة الأحد من 8 للعشرة متاع الليل. سينما الحياة. شخصيا لم أحاول قط أن أثبت شيئا أو أستخدم السينما كمنبر لإلقاء المواعظ، ربما سيكون هذا التصريح مخيبا للكثيرين، لكنني أعرف أن الناس سوف يستخلصون من أفلامي الكثير من الرموز والمعاني. لويس بونييل. مستمعي تاج الصحة إذاعة الحياة فام، تحية طيبة وأسعد الله مساءكم. نلتقي مع برنامج سينما الحياة والحياة سينما، ولأننا نحب الحياة نذهب إلى السينما. متابعينا الأعزاء، نفتح معكم مساء كل أحد من 8 للعاشرة ملفات السينما العربية عامة والسينما التونسية خاصة. نسافر معكم في رحلة يحملها إلينا المخرجون لنتعرف على أهم المحطات التي توقفوا عندها سواء مهنيا أو إنسانيا. نحاول قراءة إبداعاتهم، لا لنقول الأشياء بطريقة أخرى، ولكن لنجعل من هذه الأفلام في حد ذاتها هي أشياء أخرى، على حد تعبير المخرج الفرنسي إيريك رومير. للخوض في عوالم المخرجين والقضايا التي طرحتها أفلامهم، يسعدني أن يشاركني في هذه الحصة الأستاذ محب الفن وعاشقه سي مصطفى الفارسي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا سي معز، مرحبا سي أحمد، مرحبا سهيل، مرحبا كافة المستمعي إذاعة الحياة فهم. كما يؤمن هذا اللقاء، سبقني سي مصطفى وأعلن عليهم سيد أحمد المخلوفي وسهيل السالمي، تحية لهما. سيدي مصطفى، كل اللي يشوفك بيحبك بيحبك، إذن أمينة فاخت كل اللي يشوفك. سي مصطفى، يقول المخرج والناقد محمود الجمني: جاءت المرحلة الثورية والمعارضة لجيل جديد من المتمردين والمعارضين، يعتبرون من أهل العصيان والثورة والتمرد على السياسة والنظام القائم آنذاك، مرحلة أجهضت صورة الدولة الحديثة وصورة الزعيم المثالي باني الدولة الحديثة، لتبرز لنا مرحلة جديدة من مراحل الاعتقال والتعذيب والسجون الذي عرفه شباب تونس من المعارضين لسياسة الدولة. يبدو أننا مع مخرجنا الليلة سندخل إلى مرحلة جديدة سي مصطفى. بالفعل سي معز، المرحلة الأولى هي كانت مرحلة الرواية الرسمية، أو مرحلة إنشائنا الرؤية الرسمية لتاريخ حركة المقاومة، ثم بعد ذلك بطبيعة الحال أكيد باش نراو رؤى أخرى ومواقف جديدة في تعريض الحقائق، في تسمية الأشياء بأسمائها. هي المرحلة اللي ينتمي لها مخرجنا اليوم اللي هو نوري بوزيد. بالضبط، انت سهلت علي الامور. دونك نحن هنا مع نوري بوزيد، واسمه الحقيقي نور الدين بوزيد. ولد في 1 جون في 1945 بمدينة صفاقس عاصمة الجنوب. تابع دراسته الابتدائية والثانوية بصفاقس، تحصل على البكالوريا سنة 1966. درس السينما بالمعهد العالي لفنون السينما ببروكسل إنصاص، وذلك من سنة 68 إلى سنة 72. على إثر ذلك أنزج شريط لختم الدروس مدته تقريبا 27 دقيقة واسمه ديال. تم اختيار نوري بوزيد من طرف أساتذته للقيام بتربص في شريط موعد في براي، رونديفو أبراي لأندري ديلفو اللي هو قراه. اشتغل نوري بوزيد كمساعد مخرج مع ثلة من المخرجين التونسيين والأجانب مثل عبد اللطيف بن عمار، ماكس بيكاس، رضا الباهي، دافيد مينغيز، وستيفن الكبير ستيفن سبيلبرغ وفيليب كلير. نوري بوزيد في كلمة نجم نعتبره المخرج المثير للجدل من خلال القضايا التي يطرحه في أفلامه. أخذ بوزيد على عاتقه منذ شبابه مسؤولية تعريض الظواهر السلبية في مجتمعه، محاولا التمرد عليها كلما سنحت الفرصة لذلك. ويحدثنا بوزيد عن نفسه فيقول: اخترت اللغة السينمائية لأتكلم لغة الكشف عن المستور، لغة رفع الستار ورفع الخمار، لغة ما وراء الأبواب والجدران، لغة التمرد الصافي الخفي. بطبيعة الحال نوري بوزيد مخرج له تاريخ معناتها وراه ومعناتها صناعة إبداعية.
الفيلموغرافيا نوري بوزيد بدأت عام 86 مع فيلم ريح السد اللي هو فاز بالتانيث الذهبي سنة 86، صفيح من ذهب سنة 89، حرب الخليج وبعد اللي شارك فيه بشريط قصير شهر زاد، ثم فيلم بزناس سنة 92، بنت فاميليا 97، عراي 60 2002، 2006 آخر فيلم أو ميكينج أوف اللي هو زاد كذلك فاز بالتانيث الذهبي لمهرجان قرطاج الدولي، ثم 2012 من موتش، وآخرها عرايس الخوف سنة 2019. فيلمنا الليلة هو فيلم صفيح من ذهب، إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التونسية، قصة وسيناريو وحوار نوري بوزيد، مونتاج كاهن عطية، تصوير الكبير والمرحوم يوسف بن يوسف، موسيقى أنور إبراهيم، وبطبيعة الحياة خرج نوري بوزيد، تمثيل هشام رستم، فتح الهداوي، مشكلة تكريفة، حمادي زروق، ولميا الورتاني. إذن سي مصطفى، نوري بوزيد وهذا الفيلم اللي هو في مسيرته يعتبر الثاني صفيح من ذهب. فعلا سي معز، فيلم صفيح من ذهب. أنا حبيت نبدأ بأحسن ما قريت من القراءات أو من الدراسات النقدية اللي كتبت، وهي كثيرة ومتعددة في الواقع، اللي كتبت على فيلم صفيح من ذهب. لا شبعوا من ناحية النقد الفيلم هذا بالذات، معناته هو فيلم ريح السد، هما الاثنين هذوما شبعوا بالنقد بالفعل. فيلم وهناك رسائل دكتوراه طبعا هو يستحق كل الاهتمام، خاصة من أهل الرأي وأهل الاختصاص. معناها كي نجي نلقى مش فقط هي مجرد معناها مقالات في بعض الصحف هنا وهناك، وإنما هي دراسات أكاديمية وعلمية موثقة، ودراسات من أهل الاختصاص والنقاد المعروفين على الساحة السينمائية، وأكثر من ناكس مصطفى، وداخل الوطن وخارجه، وخارج يعني في الجامعات الأجنبية بالفعل في فرنسا خاصة الكثير ممن حتى المصريين يعني كتبوا عليه، والحق الحقيقة معناها مبهورين بالفيلم ومبهورين بالمقدرة الفنية لنوري بوزيد. و إضافة طبعا للقصة، شوف الفيلم هو كي تحطه في إطاره الثقافي، كي تحطه في إطاره السينمائي، فيلم معناها عمل ضخم بالفعل، عمل ضخم. أنا الكلمة قلت لك اللي قريتها وعجبتني، عنوان لبعض الدراسات يقول صفيح من ذهب قصيدة سينمائية، قصيدة سينمائية ترصد سيرة مناضل يساري تونسي. بالفعل هي قصيدة سينمائية. تعرف أنك تحكي على السينما، السينما معناها هو خاصة كي نحكيه على السينما الحديث، نحكيوش على السينما التقليدية، السينما اللي أصبحت تستفيد من كل الأشكال التعبيرية الأخرى. نلقاه في السينما اللغة الفنون التشكيلية، نلقاه في تكوينة الصورة، تكوينة الصورة، نلقاه في السينما أحيانا لغة المسرح، نلقاه في السينما لغة الشعر. إذا كان ليش كلمة قصيدة سينمائية بالفعل هي كلمة معبرة، يضاف إليها الإيقاع، قصيدة 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 وإيقاع، ثم ريتم في الفيلم، وثم نسق، وثم فكرة، ثم ما عادش نتحدثوا على إيقاع من نوع واحد، إيقاعات في الواقع، إيقاع الضوء، إيقاع اللون، إيقاع معناتها اختلاف المرجعيات، اختلاف المرجعية، إيقاع آخر أيضا بالفعل. معناها قلت لك هي رو العمل كي يتحط في إطاره بالفعل عمل يوزن. تصديقا لقولك سي مصطفى، معناتها فما خلاف كبير، وهو الأول من نوعه عادة بالنسبة للمبدعين يخليه معناتها النقاد يصنفوا ويقوموا بالمدونة متاعهم. نوري بوزيد إلى يومنا هذا مؤخرا معناتها في 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 لقاء مع الصحفيين يصر على أنه الفيلم المؤسس على خلاف ما يذهب كل النقاد أنهم يحطوا سنة 86 راح السد، ولكنه إلى يومنا هذا وصل 75 سنة هو شد صحيح بأن الفيلم المؤسس بالحق هو فيلم صفيح من ذهب. بالفعل كما حتى يراه، مش هو فقط، حتى أيضا اللي راوا الفيلم واللي درسوه واللي كتبوا عليه يراوا أيضا أنه بالفعل هذه النجم نعتبروه معناها في تاريخ ومسيرة مخرج مسيرة نوري بوزيد، هذا الفيلم مش أنا المنعرج في حي في عفوا في تاريخ نوري بوزيد السينمائي. يقول إذا الفيلم كما كنت تفضلت بكري بشوية هو من إنتاج سنة 88 و89 ضمن قائمة أهم 100 فيلم في السينما العربية. عربي. يعني هذا تحط مو تأسيسها، مو تأسيس السينما. به في
استفتاء لنقاد السينما المثقفين اللي قاموا به في مهرجان دبي السينمائي الدولي سنة 2013. معناها صنفوا الفيلم هذا من أهم 100 فيلم. اللي هو كان السوق الكل هذا يعني من الناحيه النقديه كانوا مسيطر عليه، معناتها المصري قليل وين تلقى حد معناتها من جنسيه اخرى. مش تحكي على السينما المصريه، صناعه السينما. وعندنا في ثلاثه مخرجين روع الى حد الان، عبد اللطيف بن عمار ورضا الباهي ونوري بوزيد. رغم معناها نقولوا نحن رغم ضعف الامكانيات ورغم قله الانتاج السينمائي ورغم لكن مع ذلك السينما التونسيه راهي كما يقولوا معناها الفيلم اللي يخرج يدمغ. يعني يخرج فيلم معناه معمول بدمه بالفعل والله هذا موجود في تاريخ السينما بالفعل معناه هذه حقيقة. به قلت الـ وحتى الاصدار اسمه في الكتاب اللي اصدر حول سينما الشغف. اذا الكتاب الفيلم هذا قلت راه عنده قيمته وزنه في السينما العالمية، ماش تحط على السينما العربية فقط. به هات نحن نبداو من الاول كيفاش يقولوا فيها وللساده المستمعين باش حكايه الفيلم بالضبط شنيه بالضبط ويتحدث على شنو. يتحدث على تجربه مثقف يساري تونسي يخوض تجربه نضاليه، ثم على اثر التجربه دي يتم اعتقاله مع مجموعه من رفاقه في بدايه السبعينات. طبعا بدايه السبعينات في القرن الماضي، مش نقول القرن الماضي 73 بالتحديد بالضبط. تو بعد مش نربطوا السبعينات بالتجربه البرغيبيه ونحكيوا على برشا حاجات. باهي في السجن باش يعاني شتى اصناف التعذيب النفسي والجسدي الزوز، واللي باش تخلف له اثار نفسيه وروحيه عميقه يصعب مداواتها خاصه بعد ان قضى في السجن اكثر من عقد من الزمن. به البطل هذا هو يوسف سلطان اللي يقوم دوره الفنان هشام رستم. كي يخرج يوسف سلطان من السجن يلقى حقائق اخرى ما كانش يخمم فيها وما كانش يراها قبل دخول السجن، لانه ما كانش منتبه لها وما اشبه الامس باليوم. اليوم راهو برشا حاجات بصراحه في الفيلم تكاد تنطق بما معناها نراه من نشهده اليوم، معناها كانه التاريخ يعيد نفسه ولا التاريخ ولكن نفسه. في شكل مهزلة طبعا، ما هي بالفعل هي ملهات. فقلت يعني خاطر ديما انت كي تحكي على مناضل يساري او ناش مناضل مش بالضروره حتى تحدد جهته يميني او يساري او غيره، ديما كي ناضل يفكر في المقابل، والمقابل على الاقل باش يلقى النتيجه اثر الاجتماعي. لكن مع الاسف يوسف سلطان وقت اللي خرج من السجن ما لقاش الاثر او المكافاه الاجتماعيه، يعني قبل التضحيه صحيت. يعني انت في الاخر انت مناضل وانت تناضل باسم المجتمع باسم الاخرين، ثم كلمه قالت يوسف سلطان بيدو قالها لاحد مجادليه في الفيلم. يقول دفعت 10 سنين من عمري باش انت تتكلم. كلم. انا دفعت 10 سنين من عمري باش انت تتكلم، يعني في نهايه الامر انا ما نبحثش على الطرف الثاني اللي جادل فيه مهم اللي هو اخوه وينتمي الى تيار. مش نشوفه من بعد كيفاش بيصير تو تحرفوا على المعركه باش سبقت الاحداث. انت سبقت حرقت لنا الفيلم تو. على كل فمعنيها بالفعل يجي مش اللي للمجتمع ما يلقاش في المجتمع هك اللي المبادئ اللي كان يناضل من اجلها اللي تخلي على فكره السجن. مع انت الحقيقه مع انت هو حط في 10 سنين لكن ما انت المعلومه شد 5 سنين ونص. نوري بوزيد هو بالفعل لو قلنا نحن 5 سنين ونص بالفعل هو طبعا تو نتحدثوا نحن على تجربته هو مع حركه افاق تو نرجعوا لها بعد بشويه، لكن معناها المهم نحن باش فقط باش نسهل على الناس اللي ما شافتش الفيلم على الاقل انهم يعرفوا شنو هو بعض الاحداث الهامه في هذا العمل السينمائي. تو سي سهيل عادينا اكيد سي سهيل قلنا له نجم عادينا شويه من الفيلم بالنسبه تبعت شويه رواهم على السادة المستمعين اللي يتابعوا فينا على صفحة فيسبوك. به قلت المشكلة في الفيلم اللي يطرحها الفيلم بالأساس هي مشكلة القمع، مشكلة العنف، مشكلة النضال والسلطة. الحصان حساس ياسر. هذه الثنائيات مراوحة بين هذا وذاك. العنف تجلى في برشا مظاهر. أولا تجلى في السجن أو الزنزانة. لكنه عنده خلفية اجتماعية، لأن يوسف سلطان وقت اللي خرج عرف اللي العنف الموجود في الزنزانة
ما هوش عنف طبقة سياسية حاكمة أو عنف سجان، لا هو عنف من ثقافة اجتماعية، من عادات اجتماعية مكتسبة جديدة. وبعد يحكينا عليها كنت أحكي عليها توا، وقلت في علاقته بخوه مثال يحس بمزيد الغربة، لأنه كان هو عايش في سجن في معتقل من الشبيل، وكي باش يخرج للمجتمع باش يعاود يستعيد ذاته، لكنه يكتشف اللي ذاته أصبحت مغتربة داخل المجتمع ما يعترفش بالجنه. وجميل بالنسبه له هو انه هو دفع 10 سنين من عمره باش يتكلم انت، ولكن مع ذلك ما لقاش يعني ما تحدثوش على مكافاه ماليه، ما تحدثوش على تعويضات ماديه، ما تحدثوش على فلوس، تحدثوا على تعويضات من اخر يدخل فيها وتضحك تعويضات يعني اجتماعية. اللي هي معناتها ما اشبه الامس باليوم. إيه قلناها بالنون، معناتها انت توا تشيل بالفعل النضال لا ثمن له. بالضبط. يعني الثمن الوحيد لا ينتظر ولا ينتظر من انتظرش انا بالعكس، ربما احسن حاجه اللي يمكن تكون عينيه وقت اللي كل الحاجات اللي ناظر من اجلها ممكن انه يتحقق منها في جزء في الواقع. انا وقت اللي ناظر من اجل الحريه ونلقى الحريه كمطلب تحقق في المجتمع فاذا هذيك خذيت سيدي كما انت خذيت المكافاه انت مهما نكون دفعت 10 سنين من عمري 20 30 40 مش قضيه في هذا. انا لان نحكي ونحن رجعنا لمفهوم النظام وناقشت مفهوم النظام كيف يمكن ان الانسان اللي يحمل قضيه كيف ليش يكون تصوره للنظام. نوري بوزيد كان في الفيلم هذايا يناقش في نفس المفاهيم كنت تحكي لها، يناقش مفهوم النظام، هو نوع من جلد الذات، ونرجع له بعد شويه. هو نوع من جلد الذات، هو نوع من النقد الذاتي. هو يسميه على معناتها على لغه معناتها اليونان كترسيس التطهير، هو يعتبره فكره بالفعل هي حركه تطهيريه. وتو نشوفوا حتى المشاهد الاكثر عنف اكثر دمويه في الفيلم هي مشاهد تطهيريه، هو مشهد تطهيري يعني يعتنقوا فكر معين، تعتنقوا ايديولوجيا معينه من احنا نعرفوها العنف الثوري والى اخره الى اخره. فاذا فيه تطهير، هو العنف نفسه هو فيه تطهر وتطهير الزوز. فقلت معناها كي حس بالاغتراب في المجتمع اللي خرج له تفاجئ به، بالعكس زاد كافئوه بمزيد من التجاهل بمزيد من الاقصاء. والمشكله لهنا انه شنو اللي لقى؟ مش فقط المجتمع اللي هو كان يناضل من اجل انه يحقق له بعض المكتسبات، وانما لقاه حتى رفاق الامس، رفاقه بالامس اللي ناضلوا معاه واللي وقفوا معاه، لقاه منهم برشا اللي تفرقوا ومشوا وراء مصالحهم وراء مأربهم الشخصيه. وفما شكون اللي ما عنده كتب مقالات ينعته فيها معناتها في جريده الشعله، ينعته فيها معناتها بالخيانه، معناتها وصلت الى حد نحكيو في اطار رفاق الامس. بالفعل. وانا قلنا نحن ايش قلنا، هو مش فقط فيلم لنقد السياسه البورقيبيه في الفتره هذيك، رغم اللي تو نتحدثوا بعد بشويه بالنسبه للبورقيبه واليسار، اللي ماذا بيا خاطر هو الفيلم يطرح المشكله هذه ولو حتى ضمنيا. هو سي مصطفى كان فاهم، معناتها كان فهمت مليح، فما علاقه النجم نحدوهم له ثلاثيه، عنده هو بالوسط العائلي الاجتماعي بالفعل، وعنده مع السلطه، يعني مع السلطة. هو قاعد معناتها في جبهه يحارب على جبهتين، جبهة اجتماعية عائلية بما تحمله من بالفعل. رمزية بالفعل. يعني نتحدث على أخوه وما يحمله من رمزية بالفعل. اللي هي منغرسة في وسط اجتماعي، وعنده من جهة أخرى ما زالت آثار معناتها الصدامه مع السلطة السياسية سياسي. يعني خط الفيلم مش يسير إلى نهايته في هالمحورين هذوما. بالفعل. شوف هذوما محورين حقنا ثلاثة يعني. المحور الثالث هو محور الرفاق، محور يعني الحركه بيدها من الداخل، يعني شنو كيفاش كانت وكيفاش ولات. ماذا بينا سمسوا نعطيو على فكره اللي نحن نحكيو باش نقول نحكيو على حركه أفاق اللي هي توجدت معناتها في فرنسا بالفعل. بعد منع الحزب الشيوعي من العمل سنه 63. شوف اللي صار، شوف اللي صار كونه هذه شعارات التحديث والتنوير اللي كانت ترفعها حركه أفاق ضد سياسه الزعيم المعروفه بيرسبكتيف، ضد سياسة زعيم بورقيبة منذ بداية مشروع الدولة الوطنية اللي كانت تتعارض بارشا مع مبادئ حركة أفاق اليسارية التونسية في الستينات وفي السبعينات، اللي ضمت نخبة كبيرة من المثقفين المعروفين وقتها بانتمائهم اليساري حتى من الحركة الطلابية، اللي صنعت أحداث من 1968 في فرنسا. وش انتج عليها في فرنسا؟
نتج عليها أن الزعيم الوطني شارل ديغول أجبر على الاستقالة وقدم الاعتذار للشعب الشعب الفرنسي. ونوري بوزيد ولكن هو من أبناء 68 وكان ينتظر ربما احنا كنا ننتظره أن الحركة كما أدت في فرنسا إلى هذه النتائج ممكن تؤدي في تونس، لكن اللي صار في تونس هو حاجة أخرى. اللي صار في تونس أنه وقعت الكارثة أو حلت الكارثة باليسار التونسي اللي كان ينتبه له طبعا المخرج نوري بوزيد به، ولا ثم حملة كبيرة من الاعتقالات التعسفية شملت نوري بوزيد، رغم أنه مش نبدأ واضحين أنه نوري بوزيد ورفاقه كانوا من الذين دعموا المشروع الحديث البرغيب، يعني هما اللي وقفوا مع بورقيبة في أول تأسيس الدولة، ما يسمى بناء الدولة الوطنية الحديثة. بناء الدولة الوطنية الحديثة على أساس القيم اللي هو جلبها من فرنسا، معناته لأنه محامي بالضبط. يعني التنوير، قيم التنوير تقدمي وحديثي. إذن وكانوا بالعكس عندهم ربما نفس أهداف نفس التوجهات أحيانا، إذن ما كانوش يظنوا أنهم يدخلوا معاه في اختلاف وجهات نظر ومن بعد في ممارسة توصل إلى درجة الاعتقال ودرجة السجن. معناته صرت لهم معناته خطوة استباقية من طرف النظام. لو أنت قلت أنه ينتظر في 68 فأسبقهم بعمليات الاعتقال معناته بالضبط. إذن هو كيفاش يقولوا فيها معناها قرا درس فرنسا مليح بالضبط، يعني سبق الحكايه قبل ما وما تنسيش اللي راهو شوف ممكن بورقيبه معناها في اول تاسيس الدوله الوطنيه ممكن كان بالفعل معناها حديثي وتقدمي، لكن حسب طبعا قراءتهم هما ايضا قراءه حركه افاق وجماعه حركه افاق يقولوا راهو شهوه السلطه شهوه الكرسي. اذا ممكن هذيك تبدا معناها خاصه بهالتأبد على الكرسي يخليه ديما طبعا باش يميل اكثر الى الاستبداد والى الدكتاتوريه. وهذا ما قام به ما بين سنه 74 و 75 باعتبار انه اصبح معناتها حاكم معناتها مدى الحياه بالفعل. وهذيك المحنه الشهيره لحركه افاق اللي لبعض شبههم بالبرامكه في هارون الرشيد. هارون الرشيد بالفعل. ولكن طبعا بتبات الحال هنا ما نحكيوش على طبعا مرحله مختلفه وتاريخ مختلف، لكن بعض اللي قراوا الفيلم قراوه على اساس كونه يشبه ياسر ما صار حركه افاق الواقع على البرامكه في هذا الشيء. نحبوا ناخذوا بعض المشاهد من الفيلم يبرى شويه والبطوة سيد أحمد المقطع قبل ما نرجع للفيلم المقطع الخاص بنوري بوزيد معناته هو يتحدث عن السينما بصفة عامة وصيح من ذهب نسمعوه ونرجعوا. هذا الموضوع اللي ينجح هذه منطقة متاع السينما التجارية، احنا ما عندنا حتى مقاومات تجارية في السينما متاعنا. السينما متاعنا سينما مؤلف، هذاك علاش أنا نحب نكون شاهد على العصر بطريقتي أنا بعيني أنا. النجم ما نعجبش الناس كل، النجم نقلق السياسيين شوية في النهايات متاعي على خاطر ما نحبش نكون نعطي حل، ما عنديش حل. فيلم ما ينجمش يحل موضوع، ما ثم حتى فيلم في تاريخ السينما حل الموضوع ما ينجمش يحل باب للموضوع ولا يطرح وهو يحل مشاكل الدرامية اللي يطرحها الفيلم في الشخصيات، لكن الموضوع اللي هو الكونتكست ما ينجمش يحلو فيلم، لكن يرفع الستار عليه، يرفع عليه الحجاب، يكشفه، يعريه، هذا المهم. احنا اذا كان يعطيونا السينمائيين حلول مش يعطينا حل، ما نجمش يكون الحل هو بيدل الناس كل، هو الوحيد الاحسن ثم حلول، ثم حلول وثم احترام للمتفرج. انه انا ما نحبش نعطي درس، وشفنا التجارب صارت في الاتحاد السوفيتي في بعد موت لينين جدانوف مع ستالين عمل الرياليزم سوسياليست، والرياليزم سوسياليست خلق الايرو بوزيتيف، والايرو بوزيتيف ما كانش ايرو حقاني تقريبا في العالم 30 سنه السينما السوفيتيه تنسيت حتى ال 58-59 اللي نجا تشوكراي وكالاتوزوف في أفلام كومباس لسيغوني ولا بلاد دي سولدا اللي رجعوا الانديفيدو،
رجعوا الشخص الفرد ك لانه ما ثماش احساس جماعي الا في اوقات مهمه كلي عايشين احنا تو. اذا سمعناه سي مصطفى توا النوري معناتها يحكي من جهه على السينما ونوعيه السينما اللي هو الداخل معناتها نسقها يخدم، ثم كذلك معناتها على البعد الفرداني، ليس الفردي فقط، الفرداني والرؤيه معناتها الخاصه بكل مخرج باعتبار انتمائهم الى سينما المؤلف. نرجع معك وقصنا عند اختيارك لبعض المشاهد، قلنا بعض لتفكيك او لقراءه ابرز معناتها الاحداث الخاصه بالفيلم هذا. احنا باش نبداو نحاولوا قراءه بعض المؤشرات الموجودة في الفيلم. نبدأ بالمؤشر الأول اللي هو اسم البطل يوسف سلطان. علاش كان اسمه يوسف سلطان؟ بعض النقاد مشى إلى أنه يوسف فيه إحالة أو إيحاء باسم النبي يوسف، لأنه يوسف من ربما من المشاكل الكبيرة اللي واجهته في حياته وأخواته. إذن الكلمة البيت الشهير وظلم ذوي القرب أشد مضادة، لأنه أنك تلقى تجاهل من المجتمع، أنك تلقى تجاهل من السلطة، ممكن تقبله لكنك أنك تلقى النكران وتلقى تجاهل من رفاقك، رفاق الأمس اللي كانوا بجنبك اللي يوقفوا معاك في أكبر محطاتك النضالية، فهذا يبدو مر، يبدو بالفعل فيه مرارة، فيه قسوة كبيرة على النفس. وقلنا نحن منذ البداية أنه الفيلم وقت اللي خرج يوسف سلطان من السجن ثم جراح ما براتش، ويلقى روحه يعيش حالة غربة جديدة بعد الغربة اللي كان عايشها في السجن، فيبدو الأمر أشد مرارة وأشد مضاضة على النفس. ونزيد شوية إذا كان نزيد من نصر، لأنه مهم هذا المدخل، عتبة الاسم سي مصطفى مهمة جدا. جمال يوسف وهو حامل لإيديولوجيا، فهو يعتبر في قراءة أولى أن هذه الإيديولوجيا التي يحملها هي من الجمال بمكانة معناتها كبيرة جدا فاش مقارنة برؤى أخرى أو إيديولوجيات أخرى يعتبرها الأنقى، يعتبرها الأكثر معناتها أهمية لتغيير المجتمع، في قراءة أو مواصلة لقراءة يوسف سلطان. وسلطان السلطان هو الملك، يعني طلب السياسة، طلب معناتها الحكم عن طريق السياسة طبعا. وهذا بالفعل يعني شهوة السلطة، أو كما يقولوا أيضا بالنسبة ليوسف، ما نحكينا على علاقته بإخوته، على ما كاد له إخوته يكيدون كيدا، فش يقول درويش؟ يقول يكرهونه ويرمونه بالحصى والكلام. طبعا المشهد اللي صوروا بعض النقاد قال هو بمثابة بروميثوس اللي كان ينشد الضوء، يطلب الضوء، النار، الضوء والنار، ثم نهشت كبده الغربان على قمة الأولمب. بالضبط، لأنه أراد أن يهدي شعبه شعلة النار. هذا يعني هذا هذا ما وقع بالضبط إذا كان تبع المسيرة متاع أو خلاص اللي وصل لها هو في حد ذاته. هذه هي الحاجة الثانية الهامة في الفيلم نعتقد إلى جانب الاسم، هي الخيول والحصان، توظيف الخيل، توظيف فنبدأ صفيح الذهب، صفيح ليس صفيح عادي، مش نرجع للصفيح الذهب، مش نرجع للمشهد الأخير، المشهد اللي هو مشهد بالفعل يعني مشهد ساحر، مشهد في السينما يعني يعتبر من المشاهد النادرة، واللي حكينا فيه المرة فاتت في كتذكر في الفيلم حكينا على المراوحة هذيك ما بين حاجتين، ما بين مثلا المونتاج السوفيتي، المونتاج الذهني، ثم حاجه ثم وهو ابرز ما يظهر هنا في الفيلم هذا اكثر من فيلم عبد اللطيف بن عمار بكثير. لماذا؟ لانه استعملها في اكثر من مناسبه، وكانت التوازي اللي قدمه في المونتاج نتاعه بين الصور اكثر ملائمه من عبد اللطيف، ويؤدي الى خلق بالفعل صور اخرى رمزيه، كيف ما بدينا بالمقولة نتاع لويس بنيال وقت اللي يقول هناك رموز أريد أن يقرأها المتفرج أو المتابع، وخاصة في المشهد الأخير نرجع ونذكر، خاصة في المشهد نرجع نرجعونه بعد شوية مش نحكيه عليه، لكن خاصة في المشهد الأخير قلت بالنسبة للخيول، الخيول اللي تسلخت عنها جلودها بالضبط، والخيول اللي قلعوا لها صفيحها، هي ذات رمزية بعض النقاد يقول فاقعة ككائنات عاشقة للحرية، وظهر بوزيد في أصواتها في إيقاعاتها باش تعكس هك الألم اللي يحس به هو
في الروح بعد هتك كرامة الجسد، لأنه اللي وقع في السجون قمع إهانة إذلال ونوع من الإذلال للجسم، لكن الإذلال هذا خلف إذلال أعمق منه في الروح. وهي الجروح الغائرة. الجروح الغائرة اللي بالفعل ما لقاهاش دواء بعد خروجه للمجتمع وبعده بعد مروره بتجربة السجن. هو في الواقع توليد إيقاعي، تحكيت عليه من الأول، قلت على إيقاع، تحدثت على إيقاع، وهذا توليد إيقاعي جديد. رضوخ خضوع أمام جبروت وهيمنة السلطة في السجن، ثم حب الجسد، ثم سرقته، ثم إهانته، ثم تعذيبه. هذه كلها شو يقول بعض النقاد أو الباحثين في السينما، يقول إدغار موران يقول سرقت منهم أجسادهم. ناقد سوسيولوجي وناقد فرنسي. صحيح. إدغار موران. إدغار موران يقول وخصص أكثر كتبه للسينما. يقول في أقول شهيرة، يقول سرقت منهم أجسادهم وأصواتهم. طوام. مش فقط أجسادهم وإنما أيضا أصواتهم. وقع كتم أنفسهم. أنفسهم. لا صوت معناتها ولا خنق. خنق. إذا فيلم صفيح من ذهب زاد فيه حاجة نحبوا نحكيوا عليها، اللي هي الفن الزنديري. شو الفن الزنديري؟ أيوة السجون. أغاني اللي تتصنع. صحيح. أو اللي يقع معناتها تدخلها داخل السجن وتخرج من السجن. بالضبط. هي تعكس النفس الملحمي متاع الفيلم. الفيلم هو في إطار ملحمة. ملحمة نضالية طبعا. ملحمة نضالية. والملحمة النضالية هذه هي اللغة اللي حب يحكي بها نوري بوزيد. سينما المؤلف، الكاميرا لغته هي الكاميرا، عينه هي الكاميرا. فابني علاش قلنا هذا راهو هو كعلامه مضيئه في تاريخ سينما المؤلف الفيلم هذا بالذات. لهنا شنو نلقاو؟ نلقاوها هي بمثابه مرثيه. بعدين حكينا على قصيده بك، هي قصيده مرثيه. هي مرثيه حركه افاق اليساريه وقت اللي افلت، وقت اللي انكسرت وانكسروا من نظليها. وفي نقد لذا أيضا لمغامرة وصفت بالملحمية من قبل مجموعة مثقفين اللي كانوا وقتها حالمين، اللي هم نوري بوزيد ورفقائه اللي كانوا معاه، وقاموا بمجموعة من القيم الثورية اللي تليق وقتها مجتمع دولة الاستقلال اللي تعدد فيها المشاريع، مشاريع ماركسية، ستالينية، تروتسكية، ماوية، قومية. هذا داخل الفصيل اليساري معناته. الفصيل اليساري. كل فما معناته تيرادي يقول فيها اتفرقعت بين يديك، تبعت الماركسية، اتفرقعت بين يديك. معناته تشظي. تشظي. هناك وتولدت عن حركة اليسار عدة اتجاهات. ذيك علاش حكينا على اللوتوكريتيك، حكينا على النقد الذاتي. بالضبط هو يعني هو النقد من ذيك الحركة. بالضبط. قلنا راه فيلم. يحمل رؤية، راهو فيلم ماهوش مش فيلم سطحي، بالعكس هو لا عميق جدا، عميق عميق وثري ومتنوع. فكان ثم كانوا ما يعيبون على الحركة وقتها انذاك، حركة افاق، يقولوا هي الحركة اللي تضوي تحت مثلة اليسار، اللي لو كانت تصب المطر في موسكو تتفتح المظلة في تونس او في عدن. يعني رمزيا التبعية بلغة أخرى، تبعية إيديولوجية، اللي هو اغتراب الواقعي. يعني أنت تحكي على إيديولوجيا في واقع معين غير ما يمكن أن تثيره وتفيده في واقع مغاير هو الواقع التونسي. فنوري بوزيد ملا قلت ربما في الإطار هذية اعتنى بفن اللي هو فن الزندالي، اللي هو كان يتغنى في الأحياء الشعبية أنذاك، والأغاني اللي كانت تتكتب وتتلحن وتتغنى في السجون كانت كي تخرج خارج أسوار السجون كانت تتغنى في الأحياء الشعبية. طيب إيش هي علاقتها الفن الزنديري؟ شو علاقته بالفيلم؟ علاقته أنه أولا ثم قصيدة قرأها بصوته هو بيدو نوري بوزيد وسجلها وتغنى فيها بالحصان العربي. وظف فيها علاش كنا نحكيوا على صفيح من ذهب وحكينا الحصان ورمزية الحصان او الخيل في صفيح من ذهب. وظهر في الشرق الأخيرة من الفيلم وقت اللي يرينا هاك المشهد اللي فيه تزاوج وتناوب ما بين حاجتي، ما بين البطل اللي بداه شرع في الانتحار بسبب العجز اللي لقاه في المجتمع والصد والنكران وعدم الاعتراف بالجميل لاخره، ومشهد الحصان الاصيل اللي ينفلت من المسلخ وباش يركض بدون صفيح، ما عنده صفيح، باش يركض على شاطئ البحر.
لكن المشهد هذاك فيه إيحاء بالثنائية بين اليأس والأمل، بين معناها ما هو موجود وما ينبغي أن يكون. مصطفى ونحن نقوله في الدرجة مع أنت زيد التأكيد، نقوله قلعوا له صحيحه، ومع ذلك هو أراد أن يكون، أن يراه الآخرين واقفا من جديد في رمزية الحصان الذي انفلت إنشائنا معناتا وطلب الحرية، طلب الحرية بالضبط، بالانعتاق إلى آخره. قلت ربما قلت الثنائية هذه ثنائية اليأس والأمل، ثم أيضا لإضفاء الطابع الملحمي على العمل اللي أجمع تقريبا النقاد الكل على أنه بين قوسين تحفة سينمائية تؤرخ للتجربة دي. ديما في طار قلت الفن الزنديري، تقول كلمة الأغنية اللي كتبها نوري بوزيد في السجن، وكتب هو خرج من بعد بروكي، خرج بمدونة يعني، وديجا عنده مدونة مطبوعة أغلبيتها كتبة في فترة السجن. أنا ماذا بيا نقراوها كان ثم شوية وقت. هي تم تضمينها في فيلم صفيح مذهب، هي تغازل الحصان صاني. كرمز لوحدة المجتمع التونسي وما وراء، وما وراء طبعا قلنا هو كرمز لوحدة المجتمع التونسي لتنوعه، لتوق الحرية والمتاق اللي حكينا عليه. باش يقول اركض يا حصان يغول، مولود على التراب الحامي وكبرت مع الجبال، بوك من حجر همام، امك احن موال، لنروضوك لنمرضوك لنزعوك الهبال، لنعينوك حمال، وربحت حروب لغيرك وشقوا بك الجبال. اركض اركض برتع على البحور يا حصان يا غول، خايف الايام تفوتك لو كان زرعت صوتك، لو كان جا ظفرك منجل، لو كان جا عندك فرن تحط البلاد على قرنك وتقولها ار ترحم، لو كان جا عندك يد مقصها جدك تحط السماء في يدك تنفخ عليها رعد. يعطيك الصحة ويعطيه الصحة لأنه يعني كما قلت أكدوا أنه هو مضمنها داخل الفيلم. قلت ماذا بيا نحب نضيف إذا كان أيوة إمكاني. أيوة فيلم صفيح من ذهب هو نجم نعتبروه فيلم ايش يقول هو بعض النقاد، يقول نوري بوزيد من تلك السلالة الملعونة. السلالة الملعونة التي غذت ورفضت مشي السينمائي في تونس في العالم العربي، وهو يتماهى إلى حد بعيد مع شخصية أفلامه. تحس كاين سيرة ذاتية يكتب فيها، والإصرار على الحلم رغم النزعة التراجيدية اللي تسبق أعماله. كما نوري بوزيد شخصية صدامية، شخصية صدامية مناضل تتميز بصراحتها إلى حد الاستفزاز، والتي تتوانى عن نقد تجربة اليسار التونسي دون مكابرة أو الأخذ ما قلت كم بقي من العمر للتراجع. ثم أجمل ما قرأت، أجمل ما قيل عن فيلم، ونختم به فيما يخص الفيلم، فيلم هو أجمل ما قيل عن الفيلم، يقول هو شريط موجع إلى حد الفجعة، صريح إلى درجة التعري، شفاف إلى أن يعانق الشعرية، لا غرابة في ذلك، وصانعه شاعر يكتب بالعامية التونسية في رشاقة قل نظيرها، وفي نوع من النرجسية التي كثيرا ما ينتقد عليها، مثل إصراره على كتابة سيناريوهات أفلامه بنفسه، مديرا ظهره إلى المدونة الروائية التونسية، واتهمه النقاد بالتعالي لأنه بوزيد يصر على صوت المنفرد وتغريده خارج السرب، تماما مثل البطل يوسف سلطان في صفيح من ذهب، وكحصانه الذي يرفض الصفائح وإن كانت من ذهب. من ذهب. يعطيك الصحة سي مصطفى. ممدوح بيرم، هو أنت بعيدة كدالي من فيلم ظرف طارئ، الجزء الثاني من قراءة معناتها أو متابعة مسيرة المخرجين مع نوري بوزيد، نشوفوا فيلم، آخر فيلم اسمه آخر فيلم أو ما اصطلح على تسميته ميكينج أوف. في المصطلح ماذا بينا نشرحه، هي الميكينج أوف هي الأفلام التي تصور عملية معناتها إنتاج الفيلم، معناتها في مراحل مختلفة، نقول نحن بلغة مبسطة كواليس وماذا صار فيه. فتلقى ديما عادة بعض المخرجين يكلفوا مخرج مبتدأ أنه يقوم معناتها بتسجيل مختلف الأطوار اللي مر بها تصوير الفيلم، لكن الملفت للانتباه أنه الفيلم هذا ربما التسمية اللي اختارها نوري بوزيد في حقه، لأنه قوام الفيلم هو بالحق معناتها الميكينج أوف وليس الفيلم في حد ذاته. فيلم الثاني هو قلنا من إنتاج 2006، أنجو عبد العزيز ملوكة اللي هو صديق النوري وعشير، نقول نحن سيناريو وإخراج نوري بوزيد، موسيقى نجيب شرادي، تصوير ميشيل بودور، مونتاج كريم حمودة،
صوت خالد جولاق والتمثيل لطفي العبدلي، لطفي الدزيري، عفاف بن محمود وفاطمة بن سعيدان. الفيلم معناتها هو يحكي على شاب كيف ما شفنا، انت انتبهت الى يوسف سلطان في الفيلم لور سفاح من ذهب. بالنسبة للفيلم هذا ما يشد الانتباه منذ البداية هو اسم الشخصية الرئيسية لطفي العبدلي اللي هو اسمه شكري، ولكن عايتله بهتة، ومن هنا معناتها هذا الفيلم يعطينا معناتها المدخل اللي يمكن معناتها يقودنا فيه، كأنه فما معناتها رمينا معناتها خيط نوري بوزيد من تسمية لولا، هذا الاسم اللي اختاروه له أصحابه اللي هو باهتة. ونعرف الباهتة وقت تجي أمام أحداث مباغتة أو أن نرد الفعل عندما لا ننتظر ماذا سيكون في حدث معين قادم فتكون الصدمة بلغة أخرى. إذن باهتة هو شاب مقموع تتجاذبه الرغبة في الحرية من جهة، ثم ما يعيشه داخل المجتمع من عنف اجتماعي مسلط، سواء كان من طرف العائلة ممثلة في الوالد متاعه أو من خلال السلطة السياسية ممثلة في الشرطة اللي هو ملاحق طول وقت الفيلم ملاحق من طرفها. يعني هو جاي في قلب الرحى، يعني بين معناتها هالزوز ضغوطات، ضغط اجتماعي عائلي وضغط من نجموش نقوله سلطوي إن شئنا مش سياسة، لأنه لم يدخل بعد، لأنه نوري بوزيد يقدم لنا البورتريه متاعه من الأول على أساس أنه هذا الباتة هذا البطل في مجتمع يعيش حالة التهميش، ويعطينا أهم ملامحه فالنجم نسميه نقوله باتة هو مغروم بالرقص، فهمتني ولا؟ يمارسه ليس في أطر منظمة، هو ورفاقه يحتلون الشوارع وهذا فيه ما يقلق بالنسبة للسلطة، فهمتني ولا؟ ثم ما نسميهم اللي يكتبوا على الجدران بالفرنسي لي تاغور، اللي هما يحتلوا المكان العام سواء كان باللعب والرقص او كذلك بملء الجدران بشعارات تعبر عن رؤية خاصة بهم. للتذكير بأنه الفيلم هذا كذلك فاز بالتنيت الذهبي في 2006، يعني من 86 إلى 2006 تقريبا 20 سنة بالتمام والكمال ينال، وهو من القلائل نوري بوزيد اللي نال التنيت الذهبي مرتين. إذن قلنا بداية الفيلم التي تحكي مسيرة بهتة داخل هذا النسق اللي هو الميزان نتاعو الضغوطات من كل جهه، يبدا بما يسمى بالباتل، يعني اللي هو الخصومه الفنيه اللي تكون ما بين زوج فرق في الرقص، كل واحد يقدم ما عنده، ولكن فجاه يبدا الحدث بانطلاق صوت نتاع خوه الصغير بانه الحاكم جاء بين ظفرين او الشرطه هبت، فيتفرق الجمع وتبدا الكاميرا التابع في باهتة. المكان الاول اللي يزن ليه هو علاقته داخل العائله اللي هي علاقه معناتها جد نقولوا نحن لاصقه بالام، ولكن على طرف النقيض نجد أن علاقة كره واشمئزاز من الأب، فهمني ولا؟ يقول نوري بوزيد في حواره مع الهادي خليل، يقول أن السينما متاعي ممكن تلخيصها في جزئين، جزء هو سينما سقوط الذوات وهزيمتها، وبالتالي هزيمة وعيها، واللي هو كنا نتحدث فيه توا في سفاح من ذهب أبرز مثال، وهو فيلم أو أفلام هي أفلام الكره للعائلة، بالمعنى العائلة مش كمؤسسة اجتماعية فقط وإنما كمؤسسة سلطوية، والأب هو السلطة اللي هي معناتها في مراقبة دائمة لأعمال باهتة وكل عمل يقوم به إلا ويقابله عقاب. ليس مؤزبر تعليق صغير، يعني هو بالفعل يعني هو في نفس التمشي وفي نفس اللي كنت تقول فيه توا، نفس الشيء في فيلم سفيح من ذهب، كما تراه أيضا هو نوع من الربط الأفقي بين الأفلام. يعني في فيلم سفيح من ذهب يراه هو كون العنف
اللي عانيه في السجون ما هوش عنف سلطة فقط، هو عنف ثقافة مكتسبة داخل المجتمع، والثقافة المكتسبة دي تبدأ من العائلة، تبدأ من السلطة، السلطة الذكورية الأبوية أو المجتمع الأبيسي نقوله نحن، اللي يتسلط على كل الأطراف في المجتمع. حتى في سفيح بن ذهب يحكي رو على سلطة مسلطة، يعني تربية مريضة متسلطة ظالمة ضد الأنثى، الأم والبنت والأخت والزوجة اللي ورثها معناتها اخوها عن ابيه اللي اخوها عبد الله الذي يمثل التيار المناقض للتيار اليساري، لم نعرض له في معرض حديثنا اللي هو التيار الاسلامي ان شئنا، بدايه من المحافظه. ولكن النقطه المشتركه انا جايينها من بعد زادت نكتشفوها هي وضع كل الاشكاليات وحجم الانتقادات وارجاع الاسباب نتاع التاخر كلها الى المراه بلغه اخرى، معناتها مسكينه حمالت كل ما يجري سواء كان سياسيا او اجتماعيا. نعود تو نرجع من بعد وقت اللي هو مش يبدا في دخوله الى او يقع استقطابه. اذا تكمله سي مصطفى، قلنا يعطينا الملمح الثانيه من جو معناتها اللي يعيشوا بهتة داخل المجتمع بصفة عامة، ما هي هواياته، ماذا يعمل في الحياة، فهمني ولا، اللي هو غرامه في الفن وليس الفن راو معناتها المؤسس، وإنما الفن في الشوارع، يعني احتلال نقوله نحن أقل شيء تتلصق له تهمة إقلاق الأمن العام، فهمني ولا. ثم يدخل بينا للعائلة فنكتشف بأنه غير مستقر، هناك كره كبير للوالد، ثم يعرج نونو يبوزيد على علاقته بالمرأة من خلال حبيبته إنشائنا، فهمني ولا، في علاقة بشخصه فقط. هذم المحاور، لكن من أول معناتها لقطات الفيلم نلقاو نوري بوزيد يعطينا كل هذه الظروف رغم وجود علاقة نقوله نحن حلوة بسعاد اللي هي تقوم بدورها عفاف بن محمود، إلا أنه الجوانب الأخرى اللي ضغط عليه في المجتمع تخليه يفكر في الحرقة أو الخروج، معناتها السفر غير النظامي. وأحسن معناتها دخول هذا العالم من نوري بوزيد وقت اللي يحطنا في المصاحبة مع سياران لطفي العبدلي اللي هو باتا ماشي مش يتفق على الحرقة، ويحط لنا فرقة وشم، فهمتني ولا، يا وطن كلنا وطن أو كل ما شئت، ولكن في نفس الوقت كلنا وطن، اللي يوصل به باش يعطينا فكرة أنه الباتا في الظروف اللي عايشها داخل البلاد متاعه ملقاش المكانة اللي يستحقها، ملقاش التأثير، فهو يخمم في الحرقة أو السفر الغير نظامي. إذن هذه الشخصية نقولوا نحن التي تعيش على الهامش مثل أغلب شخصيات النوري بوزيد، على فكرة هو متأثر بها بالطفولة، لأنه يقول هو الوحيد اللي نجح من بين رفاقه الكل وخذ البكالوريا، لأنه من الأغلبية الغالبة اللي كان يتبعهم وكان يأكل ترايح من طرف خوه، على نقوله نحن الصحبة بلغة أخرى، فكانت النماذج المقربة والمحبة إليه هي هذه الناس اللي تعيش على الهامش، وكان هو تقريبا يقضي أغلبية الأوقات في طفولته معهم. فانعكاسه في السينما يظهر في برشا مواقف وفي برشا أفلام، هو الالتصاق بهذه الفئة. دونك معناتها باتا سيذهب في اتجاه أنه يخرج من البلاد بحثا عن آفاق أخرى، ويقوم بعمل أنه عنده ولد خالته الرزقي اسمه يخدم في الشرطة، فيمشي بيت بحذاه ويخو الزي الرسمي متاعه ويهبط نقولوا نحن بين الظفرين فشل به، فهمتي ولا، في البلاد. فبطبيعة الحال معروف به تشكونه ومعروف اللي هو لا ينتمي للسلك، فتقع لهنا ملاحقته بتهمة، وقتها تهمة كبيرة اللي هي انتحال شخصية وحمل نعرفه زي نظامي معناتها، فيصبح لهنا في مرمى الشرطة معناتها مستهدف مباشرة ليس لإقلاق راحة الغير أو للإقلاق العام، وإنما أصبحت هناك تهمة. لهنا هو المدخل الأول اللي حطنا فيه بوزيد باش يبدأ حكاية أخرى اللي هي حكاية ردوا بالنا أنه سيقع استغلال هذه الوضعيات، يعني التهميش مع الملاحقة وعدم معناتها مراعاة
شخصية هذا المهمش أو اتخاذ إجراءات غير الإجراءات العقابية ضده، فوراه فما أطراف أخرى قاعدة تستنى. بطبيعة الحال هم الأطراف الأخرى اللي هو يشير لهم الجماعات الإسلامية التي المتطرفة بتابة الحال، ولأنه هو ياخد تدرج في الفيلم متاعه، وهذاك علاش اسمه ميكينج أوف. تو نشوفه علاش معناته يركز على هذا المصطلح، فيقع استقطابه من طرف الجماعات المتطرفة. أول ما يبدأ بالاستقطاب عن طريق الإيواء، يعني بلغة أخرى ما لم يجده خارج المجتمع سيجده عند هذه المجموعة، ولأنه مقصود مش يجده، هو مقصود لأنه قاعدين يخملوا في مسيرة أخرى، وليس من باب التضامن أو من باب توظيفه لتحقيق هدف معين بالضبط اللي هي. فمن هنا يبدأ بالاطمئنان، انه وقت اللي يمد له لطفي الزيري على فكره حطه مع انت نوري بوزيد يخدم الخايمي الخايمي، وبالتحديد هو يصنع كي نقولوا نحن الشواهد متاع القبور. ولهنا الفكره الثانيه انه الشخصيه متاع باهتا اكل الرياحيه اللي موجود فيها في ممارسته للفن، اكل اقبال معناتها والفرحه، الشخصيه المضاده اللي مش تحتويه هي شخصيه الموت او التصاقها بالموت أكيد. يعني اللعب لهنا على الرمزيات فيؤويه، وتبدا المسيره من هنا في مناقشه بعض معناتها المفاهيم الاساسيه. نرجع علاش هو سماه ميكينج اوف، لانه اول قطع يقع لهنا كان دخلنا في تقنيه فيلم داخل الفيلم، ولانه يؤكد بوزيد ان هذا التصوير تم استغلاله بعد ان صور الفيلم دون سابقيه، ولكن من ناحيه نحن كمشاهدين وكقارئين العمل كل مخطط، يعني استعمل تقنيه الفيلم داخل الفيلم على فكرة اللي هي كانت تذكر سمصفة، استعمل منها جانب قليل جدا يوسف شاهين في حدوثة مصرية، وقت اللي بدأ يصور في الفيلم ويعيط على الممثلين وأصابته النوبة القلبية، يعني دخل الفيلم يصور في فيلم وفي نفس الوقت نقل كواليس الفيلم. ولكن ما يحسب لنوري بوزيد هو أنه ركز على هذا المدخل وجعله قاعد العمل. إذن ماذا أراد أن يفعل في مرحلة أولى نوري بوزيد؟ لابد من الإشارة أنه كل التصريحات الموجودة سواء كان المكتوبة أو السمعية البصرية قبل أن يخرج الفيلم في سنة 2006 كان هاجس نوري بوزيد هو الخوف. يعني علاش خم في فكرة الميكينج أوف؟ لأني ستكون المساحة التي من خلالها يبرر أو يطرح وجهة نظره بالنسبة لموضوع الفيلم. يعني هناك بعدين وظيفيين على الأقل، أولاهما فني وهو التغيير في اللغة المعتمدة في السينما، القطع مع تسلسل الأحداث مع الممثلين، والدخول إلى مرحلة موازية تبين في نفس الوقت كواليس العمل، ولكن هي الفرصة المتاحة أو نقول نحن خلينا نقول الذكاء متاع نوري بوزيد كيفناش مش يقعد يشرح من بعد خروج الفيلم ويقعد يقول لهم والله ليه ما قصدتش وراني نحب الدين الإسلامي ما بالك، فخلق آلياته من داخل الفيلم واعتبرها أني صارت معناتها بالصدفة، وأنه استغل العركات اللي هي منظمة نقول نحن بالسوري أوركستري ما بينه وما بين لطفي العبدلي لخلق تنفيسة أو فضاء فني بلغة فنية أنه يشرح من خلاله مواقفه حتى لا يفهم الفيلم عندما يخرج يفهم غلط. سي معز شوف هذه راهي تقنية معروفة حتى في الكتابة، يعني بالضبط الكتابة يقولوا نحن نقولوا المتن والحاشية بالضبط. أنت في المتن باش تقول اش تكتب، ثم باش تفسر أو تشرح أو تعطي إضاءة أو تعطي هامش، فأنت باش ترجع للهواء مش ترجع للحاشية، ملي في الحاشية باش تحط أنا نصورها هذيك معناها الميكينج أوف تاع الفيلم هو حواشي الفيلم أو هوامش الفيلم اللي تفسر أو تضيء أو معناها توضح للمتفرج، توضح له خلفية الموقف أو خلفية الفكرة. إذا معناها عادي جدا باش يكون بالنسبة لنوري بوزيد معناها طريقة هي في الواقع ما هيش جديدة في السينما العالمية، يعني حسب ما نتذكر بعض الأفلام العالمية أيضا
استعمل كبريك مثلا فهمتني ولا يعني نوعا ما فهمتني ولا نقولوا نحن متابعة العملية الإبداعية. ولكن اللي الحلو نقولوا نحن عند نوري بوزيد انه معناتها كذاق بيك بيه معناتها المجالات كيف ناش مش يشرح. ولكن قلت لك راهو العامل الأساسي هو الخوف. يعني كان في كل تصريحاته اي خايف من خروج الفيلم، فكان يحيق في روحه مش خايف على بدنه، لا خايف من تأويلات القراءات استبق. ولا انه في مرحلة ما بعد الثورة رينا انه بسبب فيلم وتصريح انه وقع الاعتداء عليه بالعنف فهمتني ولا، وفما شكون اللي قال حتى كلاشنكوف ما يستحقها، كان نوري بوزيد على افلامه معناتها. فمواصلة قلت كان القطع هذا لول الصدمة الاولى اللي تحدث للمتفرج وقت اللي يشوف الفيلم، فجأة الناس تمثل معناتها قدامه ونتحولوا الى كواليس والى عركة فكرية. فالقطع الاول هذا ماذا تم التركيز فيه؟ تم التركيز فيه أو أعطاه الفرصة فيه لطفي عبدلي حتى يقول للآخرين بأنه مؤمن كفنان بأهمية الفن وما هذا الدور الذي يقوم به اللي هو تمثيل، ولكن في حقيقة الأمر هو راه مخالف لي، لأنه طلب منه أن يتخلى عن الفن باسم شنو؟ باسم الدين، وقال له حرام. فلطفي العبدلي ونوري بوزيد يخلقوا موقف لشرح نظرتهم هما وخاصة لطفي عبدلي لأنه يخاف من خروج الفيلم، وهو كفنان كيف ترضى أن تتبنى وتقوم بدور يقول معناتها الجهة الأخرى المضادة ليك تحرمه وانت ساكت. فهذا الديسكور اللي كان يجري بينه وبين نوري بوزيد هو معناتها يبدو كأنه معناتها طبيعي ومعناتها لم يقع تفكير فيه مسبقا، ولكن هو بيان أوركستري. إذا نواصله معناتها إن شاء الله بعد رفع أذان العشاء بعد رفع الأذان العشاء. ولكن خلينا قبل نكمل مع فكرة فقط لو سمحتم فهمتني ولا، اللي هي نقطة الفيلم من الناحية الفنية، كيف يمكن لنوري بوزيد أن يوائم بين المسار العادي التمثيلي اللي هو الروائي وبين أن يخلق لك حالة تفكير؟ شفت ايش عمل لي؟ يعني اني اعجبني برشا الفيلم، وذاك علاش قلت لك راهو حقه معناتها الفيلم كي سماه اخر فيلم ولا الميكينج اوف، يعني الميكينج اوف اللي هو التصوير اللي هو في الكواليس يصبح هو القاعده. علاش؟ لانه نوري بوزيد استبق ما يمكن ان يحدثه هذا الفيلم فهمتني ولا القدام بعد من ردود افعال، فخلق نقول احنا البلاتفورم هذه المنصه هذه للنقاش. ثم في نفس الوقت عندما يعود ويرضى الممثل بأنه يكمل في الفيلم في محاولة أولى، ندخل في الأحداث المؤسسة. ريتسي مصطفى من لول وقت اللي بيزيد عطانا البورتري متاع القماشة متاع لطفي العبدلي اللي هو باهتة من ناحية علاقته بالأنثى، علاقته بالأم، علاقته بالحبيبة، علاقته بالمجتمع، علاقته بهواياته أو ما يمارس. لهنا مش يبدأ يتم تمرير مباشرة من بعد القطع الأولى ذي متاع الميكينج أوف، نبدأ في الأحداث التي تؤسس للرؤية المغايرة أو نقول نحن للطرف الآخر. فش يتمثل أنه نجيبه أون كونتر بارتي مع الأغناء وفرحة الحياة كما كانت تسمى والإقبال على الحياة ومستويات، فنبدأ في نقول نحن تزليق يعني أحداث صبرة وشتيلة سنة 1982، ثم بعد 11 سبتمبر 2001 وما أحدثه هذا معناته هذا العمل اليوم بين ذا فلاين، معناته للأحد معناته كانت عنده انعكاسات على العالم العربي كبيرة. شنية أهم ولا التفكير في غزو العراق؟ فش يقولوا معناتها في حديثهم؟ يقولوا معناتها اللي كنا شدين فيهم لا الناصر، يعني يحكي على جمال عبد الناصر هزيمة 67، ولا صدام أقوى جيش في العالم العربي. إذن بديت رجع نوري بوزيد يسكن الذوات اللي هو يخدم معها، وضع الهزيمة وكيفية استعادة الثقة. فالفراغ هذا اللي وقع على إثر الهزيمة مش يستغلوه جماعات أخرى قلنا بالتعبئة للمظالم اللي تعرض لها
المجتمع العربي ومن ضمنها تونس. نكمل إن شاء الله بعد رفع أذان العشاء. حلوة يا بلدي، رجعنا لكم. مذكر أنتم في الاستماع إلى برنامج سينما الحياة على أمواج إذاعة الحياة فهم تاج الصحة. إذن سي مصطفى في مواصلة مع المقطع الثاني، هو الكوبي الثانية اللي وقعت أنه وقت اللي يقول معناتها الرخايمي اللي يمثل اتجاه فكري اللي هو رمز للتيارات الإسلامية، يقول له اللي انسى سبب معناتها المصايب، فهمتني ولا، اللي نعيشه فيها. فهذه التيمة، تيمة المرأة بصفة عامة، نلقوها في كل أفلام معناتها نوري بوزيد، وكيفية أنه بعض التيارات خاصة المتطرفة تحمل المرأة باعتبارها الكائن الأضعف ربما في تقديرهم لكل المصائب. فلهنا يتم الوقفة الثانية، كيف يمكن معناتها أن يتم معناتها اتهام الدين الإسلامي بأنه يوضع إن شئنا ويحقر من مكانة المرأة بداية من اعتبارها عورة إلى آخره. فالمحطة الثانية المهمة متاع الميكينج أوف أن لطفي العبدلي يقطع للمرة الثانية الفيلم على أساس هتخم بينه، فش يقول له معناته نوري بوزيد، يوضح له أنه الإشكال ليس في الدين الإسلامي وإنما فيما تتبناه بعض الجماعات من خطاب يحمل المرأة معناتها مسؤولية ما تعيشه المجتمعات. وما يمكن أن يلاحظ أنه بصفة عامة نوري بوزيد، علاش؟ لأنه الفيلم ذي ميكينج أوف سي مصطفى هو يمكن اعتباره واحد من ثلاثية، لأنه من بعد ألحقوا بفيلم معناتها عرايس الخوف سنة 19، وقبله هو سنة 12 فيلم من موتش، يعني هي ثلاثية بدأ ميكينج أوف. ربما الملاحظة اللي ديما وهو نفس معناتها نفس الانتقاد الذي يوجه إلى يوسف شاهين، تعرف اللي نوري بوزيد معناتها في العالم العربي المثال متاعه هو فيلم باب الحديد، يوسف شاهين اللي يقول معناتها في وقت من الأوقات حل عينيه على السينما العربية، وأنه يمكن تكون عندنا سينما تضاهي ذات خصوصية وتضاهي في نفس الوقت معناتها المشكلات أو السينمات اللي هي يتعرضوا لها بعض الأفلام. سي معز رغم هذا السؤال هو معنى قابل للنقاش، يعني نجم في إن شاء الله في حصة أخرى نجم نطرحه إن شاء الله، مع أنت نفتح الباب متاع مقارنات ولا بعض المخرجين في مقارباته. إذن هنا قلنا بأنه ما يعاب سواء كان على يوسف شاهين أو نوري بوزيد أنه لا يدرس في تقديري الخاص وفي قراءتي من خلال متابعة الأفلام المتعدية أنه دائما يعتمد على الكليشيات أو ما هو متعارف عليه دون أن تكون لديه حجج معناتها مركزة تستدعي الكثير من البحث للرد، وإنما ديما تلقى عنا المرأة العورة، فهمتني ولا، لباس القصير هذاك هو اللي خلينا سبب المصايب، ما فماش تحس في مناقشته للأطراف الأخرى أنه لبوزيد سواء كان أطراف إسلامية أو غيرها أنه فما عمق وفما بحث وإنما دبوش الولاي حاجاتك اللي نعرفوها الناس كل اللي تتقال. لكن برابي سمعني سمواز، أنت توا عديت وكنت مررت كلمة نوري بوزيد، ذولي كانوا جاوبك على هذا، قالك السينما ما تعطيش حلول وما تقدمش حلول، مثلا حتى فيلم قالك يقدم حل، هي السينما فقط لطرح الأسئلة والمرور. يمكن تكون إذن ممكن في الإطار ذي معنى أنا حسب صحيح كلامك في إطار منطق أو السياق في استعماله للغة السينمائية أو السينما كوسيلة، كوسيلة اللي نتحدث عليه يعني في مش الحلول وإنما في مناقشته الخلفية الثقافية الخلفية المعرفية ديم عليه هو وعلى يوسف شاهين في العالم العربي، أنه معناتها وقت الطرح الإشكال ما يطرحوش معناتها مش يعطي الحل، لا ما نتحدث على الحلول وإنما أن يناقش يقولون عمق الطرح، فتحس كأنه ما هو متداول من بعض الأطراف اللي حتى لا يتجاوز تعليمها معناتها الكتاب أو المرحلة الابتدائية. ينجم يكون مرتبط أيضا حتى بتكوين الشخص وثقافته أيضا، أي هو يقول اللي هو قاري وكذا، لكن ديما أنا نتابع الفيلم تاعه فتلقاه معناتها في الكتيه في الجانب هذا ضعيف، وإنما يركز على ما يشاء لينتقده، فهمتني ولا، في حين أنه فما جوانب مضيئة برشا معناتها في الخلفية اللي هو ينقد فيها، في حاجة قل ما يقال فيها نقوله في حاجة إلى الطرح والطرح المضاد. إذن لطفي العبدلي في ميكينج أوف في المقطع الثاني يقف عن مشكلة معناتها الدين الإسلامي وما
يتواجد بداخله من قيم سواء كان خاصة بالمرأة أو في جانب السياسة أو غيره، فيشرح له يقول له أنا مشني ضد الإسلام بصفة عامة، وإنما أنا ضد رؤية معينة في الإسلام. هذا المقطع الثاني. ثم يواصل بعد إقناعه معناته في الفيلم يكمل معاه إلى أن تأتي الذروة في المقطع الثالث اللي كاد أنه لطفي العبدلي أنه يخرج من الفيلم وما يكملوش، لأنه حس ويقول له الكلمة، يقول له تحب تحارب بي أني تيارات معناتها الإسلامية، معناتها بستعمل لي أني حطب لا معناتها وقود لهذه المعركة اللي هي مخترة، ممكن أنه يكون فيها حتى معناتها المجازفة بوجوده هو في حد ذاته كممثل. هو نرجع ديما نقوله سيتوركستري، هو من قبل معناتها، ولكن ياخذوا يعطيوا مع بعضهم فيما يمكن أن يطرحوا الفيلم بعد عرضه في الأسواق من إشكاليات. ونتذكر اللي الهجسة ذي مصاحب نوري بوزيد منذ الفيلم الأول ريحة السد، وقت اللي اتهم بالصهيونية لأنه خرج هك الشخصية التونسية اليهودية الفنان العواجي هذاك وغنى الغنية، فاتهم يعني هو متحضر لردات الفعل، وحب من خلال المناقشات هذه المناقشة الثالثة اللي تحكي معناتها كيفناش الممثل يخاف لهو يتم استعماله. والأخطر من هذا اللي فاق به الممثل وهو موجود في السيناريو معناتها مكتوب كل شيء، انه يقول له مريت بي من فنان، رضيت باني يمكن ان اكون ممثل لجماعة اسلام سياسي، ولكن الاخطر توا لانه في المرحله الثالثه نتاع غسيل المخ بدا بعد ما قلنا نحن هيئ له الظروف نتاع صبرا وشاتيله وحده سبتمبر وغزو العراق وكذا كذا، يعني لهنا بدا التحضير الى القيام بعمليات نوعيه بين ظفرين اللي هو الارهاب. فلهنا الاعتراض نتاع الفنان انه كل مره يتنازل في موقع معين إلا ويلقى روحه ودخل المرحلة أخرى ما أخطر، لين وصلت في آخر الفيلم لأنه هما خطان متوازيان، يخدم على الشخصية نوري بوزيد وتطورها ويخدم على الميكينج أوف فيما يخص معناتها التفسير أو التبرير اللي قدمه. ما نعرفش عندك معناه فقط هي ري ملاحظة قصيرة من كل وقت معش يسمح على تمرد الممثل على المخرج كما هو تمرد، ولكن نؤكد أنه ديما داخل السيناريو ولأنه حبي الفني ما نلعبوش به طبعا، ولكن بيزيد على أساس أنه عقوي معنا عبيك تذكر من بسيط غسان كنافيني معروف، غسان كان روائي معروف وكتب مسرحية أيضا وفلسطيني، يكتب مسرحية العشق، كتبها مسرحية العشق وثم توفي قبل أن يتم المسرحية. فإذا كان العمل كان مخطط أنه بشي يتنفذ وبشي يتعمل على الرب، لكن وقع طبعاً توفي في حادث تذكرون انفجار سيارة، توفي المؤلف والعمل لم يكتمل. كيفاش تم؟ تم أنهم الممثلين على الركع قعدوا يتناقشوا كيفاش المؤلف توفى وهما اللي باش يكملوا العمل. يعني الفكرة هذه داخل رغم تصور أنت المؤلف يختفي، خاطر المؤلف عادة هو اللي يحدد مصير الشخصيات المسار كما المخرج المخرج هنا يدعي كأنه الممثل أصبح أقوى منه، لكن الواقع مش صحيح، هو سيناريو مخدوم إيه حاول يمروا على انه عفوي ولكنه الكل ما انت دونك في مواصله مع انت قبل ما انت عديه الجزء الثاني من الواحد باش نختم انه وصلوا معناتها بالحق معناتها للقيام بهذه العمليه الانتحاريه. على فكره انه كانت هناك معارضه من طرف لجنه الدعم انه قالوا الشيء هذا مش موجود، ولكن اثبت فيما بعد انه فما هالمسار هذايا هالالتقاط نتاع الناس المهمشين وبعثينهم، وحتى من الشخصية سبحان الله ربما يكون كانوا متنبأ، فما شخصية معروفة برشا اللي هو مغني راب فهمتي ولا، وقام بنفس هذا العمل عندما انتقل إلى سوريا وانتقل من المجال الفني
المجال الى مجال العمليات الاستشهاديه والدفاع، معناتها تحت رايه الدواعش، معناتها كانوا فما نوع من التنبؤ. اذا هنا باش نختموا مع الفيلم هذا ميكينج اوف، ولانه الحديث يطول فيه، ولكن اتينا على الافكار الرئيسيه فيه، انه في اخر المطاف ما عندوش ومش يمشي باش يقوم بالعمليه الانتحاريه، فاختار النوري بوزيد انه يجي في الميناء تاع رادس، فما الحاويات لي كونتينير، هناك كونتينير مكتوب عليها كابيتال يعني راس مال، ففجر نفسه في هذه الحاويه رمزيه راس المال، فهمتني ولا، او بلغه اخرى الغرب، فهمتني ولا، اللي هو يستحق ان يقوم بداخله بهذه العمليات الانتحاريه بين ظفرين. وختم الفيلم على اغنيه اللي هو كان كتبها نفس الشيء، معناتها كيف ما كتب كنت تقول لنا في اغنيه الحصان اللي كتبها نفس الشيء، كانت عنده اغنيه بهتة، كانت عنده اغنيه اللي هي تلخص الوضعيه نتاعو بصفه عامه، اللي هي نقول احنا اغنيه راب معناتها، وهذيك اللي يوفى عليها الفيلم، معناتها كان نوع من وعملها قبل، هو حتى من اختيار الموسيقى عملها حتى في روح السد، وقت اللي نشوفوا الشخصيه فما موسيقى وغناء، وهو معناتها عماله هو يبعد علينا، يبعد علينا في الافق. نفس الشيء كانه بالغنيه هذه خذاها اخوه وخذاتها معناتها صديقته، واثنيه كامله وهما معناتها يردوا فيها الى ان ينتهي الفيلم. اذا هذا معناتها ان شاء الله نكونوا لمينا بالافلام الزوز، فهمتني ولا، انتهينا باغنيه معناتها نتاع الراب، ونخرج باغنيه عبد الحليم حافظ بحلم بيك انا بحلم بيك، من فيلم حكايه حب اخراج حلمي حليم. اذا رجعنا لكم ونكملوا مع الجزء الثاني والاخير اللي هو يختص معناتها بالتعريج ان شئنا على الافلام الممنوعه في الوطن العربي، وتناولنا في الحلقة السابقة فيلم شيء من الخوف. بالنسبة لليلة سي مصطفى، الفيلم هو إن شاء الله باش ناخذوا فيلم البريء، الفيلم لعاطف الطيب، المخرج عاطف الطيب، المخرج المصري عاطف الطيب، اللي درس قسم الإخراج بمعهد العالي للسينما، تخرج منه سنة 70، خدم كمساعد مع عدد من المخرجين منهم مدحت بكير، محمد شبل، سيد طنطاوي، شيد عبد السلام، خدم ايضا مع يوسف شاهين، شيد عبد السلام، وخدم ايضا مساعد مخرج مع يوسف شاهين في ثلاثه في افلام، منها مثلا ثلاثه وجوه الحب، دعوه للحياه، جوش الشمس، عيب يا لولو الى اخره. اللي هو الفيلم هذا انتاج سنه 86 افلام عاطف الطيب، نجم نذكر بعض الافلام فقط باش الساده المستمعين يبداوا عندهم فكره عديد. الغيره القاتله سنه 82، عنده ايضا بعض الافلام اللي ناجحه جماهيريا. بالضبط، حبيتك تعرج عليهم هذوما ما ترسعهمش. السواق الاوتوبيس. بالضبط، نور الشريف. نور الشريف، ضد الحكومه. احمد زكي. ملف الاداب، مديحه كامل كامل شوقي. دماء السد، نور الشريف وحنان شوقي. ناجي العالي، الهروب، احمد زكي ايضا. دنيا على جناح يمامه، محمود عبد العزيز وملف تامين. كاتب الاعدام. كاتب الاعدام معروف، يعني من الافلام رغم قصر حياته الفنيه، الا انه الافلام التي ما تخلفها وهي افلام ذات طابع معناتها في السينما المصريه. هو مدرسه، هو طيب مدرسه الواقعيه في السينما. طيب قصه فيلم البريء، رغم انه عنده برشا افلام، لكن 86 1986 هو سنة إنتاج فيلم البريء. عنده مكانة خاصة في الأفلام عاطف الطيب، هو ألف السيناريست الكبير راحل وحيد حامد. صحيح، وحيد حامد. اللي يمثلوا في الفيلم هما النجوم الكبار المعروفين أحمد زكي، محمود عبد العزيز، ممدوح عبد العليم، هام شاهين، صلاح قبيل، جميل راتب، حسن حسني، ناد سمير، واحمد راتب وغيره. على ذكر الكاستنج والممثلين، معناتها الاول فيلم سي مصطفى يقدر اغلى فيلم في الوقت ذاك، لانه الفيلم كان يتراوح ما بين 100 و 150 الف جنيه، فالفيلم هذا وحده نظرا للنجوم الموجوده فيه تقريبا تكلف 400 الف جنيه. بالفعل، يعني ميزانيته من اضخم الميزانيات الافلام. طبعا توا حكايه فارغه. طبعا مليارات. اي بمليارات. واجور بعض الفنانين وحدهم، اي ما غير مش العمليه الانتاجيه بكل. رمضان في الافلام في المسلسلات الرمضانيه الاخيره يوصل اجره المليار ونص. صحيح. يكون في اجر كبير. البريء قصته دور حول احمد سبع الليل، اللي هو شاب فقير ما تمكنش من تلقي تعليمه بسبب ظروفه المعيشيه القاسيه.
يتعاطف معاه حسين وهدان اللي هو ولد القرية متاعه، هو شاب جامعي ومثقف، ويعاونوا باش يعلموا بعض المبادئ الوطنية، يشجعوا هو اللي يشجعوا على الالتحاق بالقوات المسلحة. في قوات المسلحة يحولوه إلى كتيبة حراسة المعتقلات، يمشي معها الكتيبة هذه، وهنالك في المعتقل يتم غسل دماغه وإيهامه أن كل من في المعتقل هم أعداء الوطن اللي يلزم من حاربوهم، يلزم من أدبوهم، ويتم تعليمه الطاعة العامية. فما مشهد في فيلم شهير جدا، أول ما وقف في الصف داخل المعتقل وحسن حسني هو القائد بتاعه، قال أعطي زميلك كف، أعطاه زميله كف، قال له كيفاش تضرب زميلك؟ قال له أنت قلت لي زميلك تضيع أمرك حتى لو كان غلط. إذن قلت في نفس الفترة هذيك وهو يخدم في المعتقل يتم القبض على حسين وهدان. حسين وهدان اللي قلنا هو ود القرية بتاعه واللي هو صديقه، وهو ممدوح عبد العليم أظن يقوم بالدور، يقوم بالدور وذي علمه معناتها حب الوطن، حب الوطن. فطبعا هو يعني يتلفت يلقاها قدامه، إذن بعد ما تقبض عليه يتلفت يلقى روحه ويضرب في بين قوسين في الدور حين بلاي. المشهد اللي في الفيلم اللي أحمد زكي مطالب كمجند باش يأدب يستطيع الأوامر باش يجيبوه الوطن، يجيبوه في سيارات الوطن في سيارات الترحيلة، الترحيلة في الترحيلة، يجيبوه المعتقل في الصحراء يعني في قلب الصحراء، يعني ما تراه كالأفاعي، ما تراه في الصحراء خارج منها كالأفاعي، ومشاهد حقيقية برج رومي متاع مصر. وفي مشهد المشاهد اللي هو في السجن هو وحسين وهدان، أصر أحمد زكي على أنه الثعبان اللي تلقاه في السجن يكون ثعبان حقيقي سام قاتل بالفعل، يعني بالفعل يعني عارف الطيب ولا مش واقعي، يعني أكثر من واقعي في تجسيد المشهد هذا. قلت وقت اللي يتم إلقاء القبض على حسين وهدان مع مجموعة من الطلاب اليساريين ويدخلوهم للمعتقل هذا، يلقى روحه سبع ليل في مواجهة مع صديقه ويضرب فيه، فيتوقف عن الضرب ثم يرفض إطاعة الأوامر فيرمى هو وصديقه في السجن. و... على فكرة سي مصطفى معناتها للتذكير الفكرة متاع الفيلم من جات هذه الحدث اللي هي حصلت معناتها مع وحيد حامد في أحداث يسميوهم أحداث الخبز، ولكن السادات سماها معناتها حركة أو الهامشيين أو الناس اللصوص، فهمتي؟ اللي يعلمه معناته كان يعلم فيه في قلته، هو اللي مقابله وهو اللي مكلف بالصد المظاهرة وخذ ضربة ظاهر اللي واحد بالفعل حاجة. هو ضربه وانطبقت الفكرة نتاع السيناريو ما فهمها بالفعل. والسؤال قال الكلمة الأولى اللي قالها لي، قال له أنت أستاذ وحيد، قال له أنت من أعداء الوطن، قال له أنت من أعداء الوطن، قالت الكلمة هذيك يعني هو كي يتم غسل دماغ المجندين، هما أول ما يعلموه من هذوك أعداء الوطن ويزم يضربوه باش يحسوا براحة الضمير وما يعملوا في العمل هذيك، كله ذوك الناس أعداء الوطن وين يدافع على وطني وأنا إنسان وطني. فقلت وقت اللي يرقيوا بهم الزوز في السجن كيفاش باش ينتقموا من هاك الطالب اليساري هذاك اللي خلى المجند يعصي الأوامر، يرمي له حنش هو فيلدغ تلدغ الأفعى ويموت بالفعل حسين وهدان الطالب هذاك الثوري، يموت في السجن. ثم نجيو لهنا يعني علاش اسباب المنع بالضبط. نحن ديما معناتها نحن نحكي ونعطيو فكره على الفيلم يعني، ولكن بالاساس نجم يكون عادي، نجم يكون ما يصير بالفعل يعني في المعتقلات، نجم يكون في بلد عربي، نجم يكون في بلد غير عربي، مش القضيه، قضيه المشكلة أنه نهاية الفيلم بالضبط، يعني العقدة الأساسية هي نهاية الفيلم اللي قاعدة معناها الفيلم يتبث من غيرك الستة دقائق نتاع النهاية مدة 15 سنين هو يتبث حتى في القرن هو من معناتها من 86 تقريبا إلى 2005 حتى اللي نجي فاروق حسني وأجازة مش أجازة أجازة الترجع تاع الستة دقائق المناسبة علاش رجع في إطار تكريم المرحوم أحمد زكي وقتها في المهرجان، قال لهم ما لتكريم أحمد زكي رجعوا المشاهد المحذوفة اللي هي تتمثل فيه سي مصطفى شوقنا اللي تتمثل. إذن تم نهاية حذف النهاية اللي قلنا هي 6 دقائق اللي يقوم فيها أحمد سبعليل بقتل جميع الموجودين في المعسكر قبل أن يموت هو بيد زميل له باعتباري حامل السلاح. شنو اللي خليهم ينحيوا هذا المقطع هذا اللي خليهم؟ أنه وقت اللي تعرض الفيلم
لأول مرة وتعرض بها الخاتمة هذه، قام واحد من المثقفين الكبار المعروف قال لهم معناها كل مجند عنده سلاح توا وقت اللي يرى الفيلم هذا ونجم يتوجه معناها يوجه سلاحه إلى عرف. وهذا مثل اختار. وهذا مثل اختار. فمن ثم تم اجتماع وقتها على أعلى مستوى بين الوزارات، حتى وزارة وزير الداخلية وزير الدفاع وزير الثقافة. وزارات بالفعل، وتم طبعا حذف لاحظتش حاجة مصفة بالنسبة للمنع؟ نفس الشيء بالنسبة لشيء من الخوف، خليك زميله معناتها مخرج كيف هو مثقف اعترض على الفيلم. يعني هي المشكلة كلها فما السبب الظاهري ولكن الخفي هو خلي ما يخرجش، وعليش يعمل فيلم من النوع هذا؟ اللطم عدي الفن بالضبط، معناتها كان التاريخ يعيد نفسه في كل ما قضية منع. أكيد باش تلقى خاصة في العالم العربي احنا معدنا عديد وثقافة في المنع. أنا ثقافة المنع حتى أن العصافة العاجلة قصدك؟ حتى العصافة موجودة هذه في كل مكان. للأسف هو المشهد اللي تم الاتفاق عليه من الأول واللي عرضه هو ظهلي يوقف عند مسكه بالناي وعزفه في خيمة هذيك وقت اللي راه عرفه محمد عبد العزيز على الحصان اللي هو على الحصان يخاطبهمش ولوطة اللي يخاطب من فوق السلطة دي ما تخاطب من فوق أي بتبيع فرا وقت اللي راه راه عرف وراه وتذكر صديقه صح انت عند الصيحه في الواقع كانوا بعد الصيحه مش يوجه سلاحه الى عرفه هذاك والى كل الموجودين مش يقعد واحد بركه حي اللي هو اللي بشقته مش يقعد مجند واحد فقط هو اللي بشقته ثم باش الناي يسقط على الرشاش الناي والرشاش باش في مشهد واحد مشهد درامي معبر في الواقع بالضبط يعني التصاق مع تفهم الجانب الفني مع جانب استعمال القوة عندما يتم الاضطرار إلى ذلك. يعني الفيلم من ناحية المنع ديما تلقى أنه فما نقولوا نحن قراءة للسلطة أو للمشرفين معناتها تستبق حتى المتفرج فهو نقولوا نحن من بابك اللي الباب اللي يجيك منه الريح سدوا واستريح. يعني ما فماش تلاحظ في الأفلام ممنوع أنا جايين فما قائمة معناتها القائمة مطولة هي دي من باب قصة عليا معناتها خوي بيكش يعمل مشكلة مش يعمل مشكلة ويرجعني يعمل مشكلة يعني ذكرني نوري بوزيد معناتها ديما كيقدم مشروع خاصة الفيلم منموتش والفيلم على رأس الخوف فهمتي ولا يقول له كي يعمل مشكلة تقول له خلينا نعملوه ونصنعوه فهمتي وخليه يهبط للسوق كي يعمل مشكلة أنا نتقبل بها علاش من قبل. يعني قبرت العديد من الأفلام هو اللي اختر في المسألة هذه أن تقبل أعمال فنية قبل أن تولد باسم معناتها الرقابة المسبقة هذه وكي يعمل مشكلة فهمتني ولا فيقضي ساعات أفكار جيدة جدا ما زالت إلى حد الآن كسيناريوهات. هذا ما معنا بالنسبة للبريء أو فما إضافة سي مصطفى؟ والله هو قلنا إذن حتى الملاحظة قلناها كون النسخة الأصلية للفيلم كانت ممنوعة من 19 لسنة مش 15 أي من سبق من 86 إلى 2005 إلى 2005 في الحال تم عرضه في 2005 الفيلم بريء يحتل مركز 28 في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. طبعا ديما البريء ديما يقعد علامة مضيئة في إطار سينما الصراع الأبدي بين السلطة والمثقف والمواطن. بارك الله فيكم السي مصطفى. إذا إلى هنا سيدتي سادتي تنتهي حصتنا هذه الليلة. نشكر سي مصطفى الفارسي اللي صاحبنا ورافقنا في هذا اللقاء. كيف نشكر زملائي سي سهيل السالمي سي أحمد المخلوفي فهمني ولا على تأمين هذا اللقاء فنيا. ما بقى لي كان نودعكم ونقول لكم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة من أمام المصداح معز البيب ونختم مع دقوا المهابيش خلوا سجنوبي. يلا سي أحمد تصبحون على خير. سينما الحياة، سينما الحياة، برنامج يفتح ملفات السينما العربية والسينما التونسية خاصة. يعنى بسينما الالتزام الاجتماعي والسياسي، السيرة الذاتية، الحنين والذاكرة. سينما الحياة سهرة الأحد من 8 للعشرة متاع الليل. سينما الحياة.